أعلنت الإعلامية ريم النجم القبض على المرأة التي سربت فيديو رقصتها المثيرة والتي أشعلت جدلا واسعا في الأيام الماضية. ونشرت ريم مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها بسناب شات، قالت فيه إنها سعيدة بعد أن ضبطت المباحث الإلكترونية المرأة المعنية التي تسببت بأذيتها وأذية أهلها وبناتها. ووجهت رسالة شكر للمباحث الإلكترونية والقضاء الكويتي على تتبع ورصد المتسببة في هذه الفضيحة وأخذ حقها كمظلومة. وفي الساعات الماضية أشعلت ريم النجم جدلا واسعا بعد ظهورها في مقطع فيديو ترقص فيه بفستان مثير أظهر مفاتنها، معرضة لانتقادات واسعة خاصة بعد تصريحاتها السابقة ضد هند القحطاني التي هاجمت فيها مقاطعها التي اعتبرتها فاضحة وقالت آنذاك أنا مو هند القحطاني. أنا سعيدة ومرتاحة لأن تم ضبط المتسببة في أذيتي وفي أذية أهلي وفي أذية بناتي، وشكرا للمباحث الإلكترونية والنيابة والقضاء الكويتي على تعاونهم معي، ويعني هم رضوا علي لأن دروا أن أنا مظلومة ومقهورة ومغدورة، والحمد لله يا ربي.